نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن مبادرة صحة حياة كريمة بمرحلتها الأولى. قرية الوسطاني من القرى الكبيرة واللي لها توابع كتير، فبناء عليه كان لازم ان احنا نعمل دعاية كويسة للقافلة. القافلة طبعا بتقدم الكشف والعلاج والتحاليل والأشعاعات والثقافة الصحية والخدمات المتكاملة، وده طبعا بالمجان تماما. فكان للزمن علينا نوصل الخدمات دي أو الصورة دي للمواطنين علشان يقدر أكبر عدد من الناس اللي موجودة، المواطنين الموجودين، يستفادوا من الخدمة دي. النهاردة في القافلة بنقوم باستلام التذكرة من الصيدلية، بعد كده بنسجلها على برنامج معين تبع الوزارة عندها الأجهزة. في نهاية القافلة خالص بنجمع البيانات ديت ونبقى نرجع لها بعد كده عند وضع الخطة، مثلا نشوف الأماكن الأكثر احتياجا للخدمة الصحية، بنشوف التخصصات اللي محتاجينها في المكان ده لما نيجي نرجع له تاني. إدارة القوافل الطبية بتهتم بعنصر التثقيف الصحي كعنصر أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بهدف رفع الوعي الصحي عندهم. احنا بنتكلم على موضوع كتيرة مع المواطنين وخصوصا الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض المعدية اللي موجودة في الوقت الحالي، طبعا من ضمنها مرض الكورونا. بنكلم الناس على طرق الوقاية وأهمية التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي والمواضيع اللي بتخلينا نحمي نفسنا من الإصابة بالكورونا، وخاصة حاليا موضوع التطعيم.